السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد الأصدقاء كان طلب مني برنامج يعمل مخططات بالشكل دوت ويكون مجاني، فأنا لقيت ده أحسن حاجة اسمه أرشي وسهل جدا في التعامل، وهو ميزته داونلود على طول ومفيش فلوس. لو أنت عايز تتبرع معاك فلوس زيادة، عايز تساعدهم، البرنامج فادك في الشغل فأنت عايز تديهم يعني شكر خاص، تقدر أنت تتبرع ليهم لكن مش إجباري، تقدر تعملهم سبورت. لكن هو زي ما انت شايف البرامج بيعمل مخططات حلوة أوي، ممكن تستعملها في البحث بتاعك، حاجات مختلفة بالشكل واحد بس اللي موجود، لأ في أشكال كتيرة جدا والناس كتيرة معتمد عليه في البحث العلمي والأكاديمي والشغل كمان. يعني ممكن تعمل حاجة مثلا بمكشن بلان وتحافظ بيها وتقدر تصدرها كصورة كوورد زي ما انت عايز.